ويسمع منك. أنا راح أرسم لكم يعني الحين جدول، وراح أشرح هذا الجدول بناء عليه. هذا جدول أفقي وعمودي، هذا الاتجاه الأفقي. ماذا يقيس هذا الاتجاه الأفقي؟ يقيس أهداف المقرر. أوكي. الأهداف اللي تونا قبل شوية شرحناها. وهذا العمودي يقيس محتوى المقرر. هذا يسمى، كل المدرسين يعرفونه، يسمى جدول المواصفات. الوزن النسبي اللي تكلمون عنه يعتمد على تصميم اختبار. لو فرضنا أنا بعطي اختبار يعني حق فترة معينة، الفترة الأولى في مادة العلوم، الطالب دارس مثلا 3 وحدات. الوحدات هي مثلا وحدة المياه في المحتوى، وحدة المياه، أو خلني عشان يصير أوضح، يا ريت إيه عشان يصير التقسيم أوضح. الوحدة الأولى وحدة الطاقة، الوحدة الثانية، هذا الحين أنا قاعدة أتكلم عن المستوى العمودي، الوحدة الثانية تكلم عن المياه كطاقة، والوحدة الثالثة مثلا تتكلم عن الكهرباء كطاقة. أوكي. أهداف المقرر أتي علشان أقسم هذه الأشياء اللي درسها الطالب 3 وحدات، الوحدة الأولى والثانية والثالثة، حسب الأهداف. عندنا أهداف معرفية تنقسم أيضا إلى عدة مجالات. في الوحدة الأولى اللي هي وحدة الطاقة، وعندنا أهداف مثلا أيضا سلوكية، وأهداف نفس حركية. الوحدة الثانية فيها نفس الشيء، معرفية سلوكية ونفس حركية، نفس الشيء. هذه الوحدة اللي هي الكهرباء. هني الأوزان، الوزن يا أستاذ محمد يعتمد على كم حصة درست وحدة الطاقة. ربما أنا درست وحدة الطاقة درستها على مدى 15 ساعة، بينما هي أسبوعيا تنزل 3 حصص مادة العلوم. صح. فأنا قاعدة أشتغل على 15 ساعة، مو قاعدة أشتغل على 3 حصص أسبوعية. صح دكتورة؟ أكيد صح، أكيد صح. هذا شيء علمي ما في أحد يتدخل فيه. تطبيق، لما يكون تطبيق خاطئ هني يطلع الغلط. مثلا وحدة المياه درستها في مثلا 17 ساعة، وحدة الكهرباء درستها مثلا في 18 ساعة. هني الوزن يعتمد على عدد الساعات اللي درست فيها الوحدة، وليس عدد الساعات اللي أطرحها أسبوعيا للطالب. حصص العلوم موجود لها وزن معين تنزل في كل أسبوع يدرسها الطالب، هل درس 15 ساعة وحدة الطاقة أو درس. هذه الأهداف هني يجب أن تقيس كل ما درسه الطالب. طبعا احنا ناخذ عينة عشوائية، مو معقول أنا أي أخذ كل نقطة في المقرر وأعطي عليها سؤال، وكل نقطة في المقرر وأعطي عليها سؤال. هذا اختبار تحريري أو عملي، أو حتى يعني اختبارات شفوية أيضا تقاس بنفس الطريقة. إذا أخذ عينة من الأهداف السلوكية، وعينة من الأهداف النفس حركية، وعينة من الأهداف المعرفية، وأقسم على عدد الساعات اللي تم التدريس فيها. يعني أحط هذه المعادلة. بس الدكتور اللي قاعد يحصل يقول لك بالأسبوع أعطينا 20 حصة، 16 حصة، 14 حصة. ما يصير. هم هذا قاعد يحسبون بعدد الحصص. هذا الكلام يا أستاذ محمد، يعني اللي يقول بهالطريقة يعني ما يعرف الشغل بالنسبة حق التربية. نسمع منه وحتى يكون رد. نعم، احنا راح نتجاوب مع الأهالي طبعا. هني علشان يقدر المدرس أو رئيس القسم أو حتى الموجه، هم 3 اللي يشتغلون في مجال تصميم الاختبارات،
يعني مدير المدرسة ما يتدخل في هذه الشغلة ولا وكيل المدرسة، طبعا هو دارسها وعارفها بس ما يدخل فيها. اللي يدخل فيها ثلاثة، المدرس المعلم، بعدين إيه وراء مباشرة المعلم الأول أو رئيس القسم ما يسمى حاليا في النظام الجديد الإداري الجديد، أو أنه يدخل فيها الموجه على مستويات التوجيه. لما يأخذ عينة من هذا وعينة من هذا وعينة من هذه الأشياء، يجب أن تعرض على مجموع المدرسين الموجودين في القسم، توافقوا عليها تحت رعاية موجههم وقرت وعمل بها. عندنا الحين ما يسمى بوزن الهدف، وزن الهدف، نتعامل مع الهدف والمحتوى، ما ندخل في الاختبارات ولا نتيجة الطالب. وزن الهدف، ما هي المعادلة اللي نتعامل معها؟ يساوي عدد الأهداف كلها، الأهداف هذه عددها كلها، هذه الأهداف السلوكية اللي احنا بالأخير نبي نحصلها، الطالب تحصل عليها على عدد اللي حطيناه بالاختبار على عدد الأهداف الكلية، كل الأهداف كل الأهداف، لنفترض كل الأهداف طلعت مثلا 180 هدف، واللي حطيناه بالاختبار مثلا اختبار من 50 درجة، حطينا 50 هدف مقسمين بطريقة معينة يعرفونها المدرسين يعرفونها الموجهين، إن هي تقيس الأشياء ما وضعت له بطريقة موضوعية متفق عليها علميا. 50 تقسيم 180 يطلع عندك الوزن النسبي للهدف. حلو. وليس أداء الطالب. مخل. أنا ما أقيس أداء الطالب مخل. يا أستاذ محمد.